السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى. أخوتنا يا خواتنا، يا لكانت فيكم الإسلام والقلب ديال الرحمة، الله يرحم لكم الوالدين والله يكثر خيركم. اللي شاف هاد البنت أكيوت فدوة، راها من مدينة خريبكة، باها عسكري كيسكن في حيان في القشله ديال التليفون، وحده ديال ماماها وحده ديال خالتها، وحده ديال امها وحده ديال خالتها، وعندها جوج وليدات، عندها جوج الوليدات. خرجت من دارهم، من دار راجلها باش تمشي لدارهم، باش تمشي لدارهم، ولكن ما وصلتش لدارهم، امها ما شافتها ما والو. راه خرجت مع 11 ونص ديال الصباح نهار 23 نهار 13 في شهر 2، الله يرحم لكم الوالدين. راه امها مأطرة وراه عائلتها مأطرة بزاف، ومخلية وليدها وهي ما عرفناش العالم بها، هي والبنية ديالها الصغيرة هالنمرة. ها هي، الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين اللي عنده اللي شافها يتصل بهاد النمرة وسميتو وتعاونوا معنا، تعاونوا معنا، الله يرحم لكم الوالدين، تعاونوا معنا بزاف، والله يكثر خيركم، والله يجعل صدى ربي. امها لينالي امها في واحد الحاله، ولا رساليها مريضه بالقلب، وعندها عندها عرق مبوشي لها في القلب، يعني راها لا اله الا الله. الله يرحم لكم الوالدين، صنتوا لامها. شوفوا اخوتي احباباتي، اللي كل هو والدو عندو كبتو، هو اللي عندو ولدو راه عندو بنتو، عندو كبتو عندو ولدو. راه بنتي جايه تشوفني مريضه ومشات معك بات، راه بنتي مشات مع الصباح وما رجعتش، راه جايه تشوف عمي متى، راه سميتها فدوى، راه معاها بنيتها عندها عام، معاها موت الجر. انا مزاوقه اللي شافها ولا اللي عرفها عيطا لي، انا مزاوقه فيكم. الله يرحم لكم الوالدين، شوفوا حالكم مسكينة، رحنا مأطرين، رحنا العائلة ديالها كلها مأطرة وكلها. وشاف لي بنيتي ولا شافها، يشوف فيا الوجه لله، يشوف فيا لله لله، ويرحمني ويرحم بنيتي.